إلى أواخره، وننتقل جغرافيا من المشرق إلى المغرب لنجد في أواخره الإمام أبا إسحاق الشاطبي. الإمام أبو إسحاق الشاطبي الذي صار قرينا ورديفا، ربما نكاد نقول مرادفا للمقاصد. الإمام أبو إسحاق الشاطبي الذي عاش في الأندلس وبالضبط في مدينة غرناطة، ومدينة غرناطة هي من أواخر المدن التي سقطت في الأندلس بعد مدة من التساقط المتوالي لمختلف مدن الأندلس وأقاليمها فيما سمي عند الإسبان بحرب الاسترداد. إذن بقيت غرناطة إلى آخر رمق مدينة إسلامية، مدينة العلم والحضارة والفكر الإسلامي والتدين الإسلامي، فكان من نتاجها ومن عطائها هذا الإمام أبو إسحاق الشاطبي المتوفى سنة 790 للهجرة. الإمام الشاطبي لم يعد اليوم حينما نتحدث عن المقاصد يحتاج إلى تعريف به ولا إلى نفض الغبار عن شخصه وفكره، فكتابه الذي نعنيه بالدرجة الأولى وهو الموافقات الآن لا توجد مكتبة خاصة ولا عامة ولا شخصية إلا والكتاب فيها، والكتاب صار مقروءا ومتداولا ومعتمدا ومؤثرا عند عامة المهتمين بالشريعة الإسلامية وبالفكر الإسلامي وبالمقاصد بصفة خاصة. كتابه هذا كتاب الموافقات أولا أو أول ما يحتاج إلى أن نذكر به ونلفت الانتباه إليه في هذا الكتاب هو تسميته الأصلية. فتسميته الأصلية ليست هي الموافقات، هذه تسمية جاءت لاحقة. التسمية التي اختارها الشاطبي، التي اختارها وألف كتابه على أساسها وقد ذكرها في المقدمة، هي عنوان التعريف بأسرار التكليف. عنوان التعريف بأسرار التكليف، وأنا أردت أن أذكر وأحببت أن أذكر هذا الاسم لأنه أولا هو الاسم الذي ألف الكتاب على أساسه، ولأن لهذا الاسم دلالة على مضمون الكتاب. الموافقات لها سبب ولها قصة ذكرها الشاطبي. فإذا هو ألف كتابا في أسرار الشريعة، في أسرار التكليف. إذا استعماله في العنوان لكلمة الأسرار يدل على أن أهم شيء في هذا الكتاب الأصولي هو مسألة المقاصد المعبر عنها بأسرار التكليف، عنوان التعريف بأسرار التكليف. ثم عدل عن هذا العنوان لرؤيا رآها ولشيخ من شيوخه ذكر له اسم الموافقات فسمى الكتاب بالموافقات، ولكنه لم يلغي الاسم الآخر بل ذكره في المقدمة لينبه على أن التسمية المختارة والتسمية الأصلية هي عنوان التعريف بأسرار التكليف. ولذلك نجد الشيخ محمد طاهر بن عاشور لا يذكر الكتاب باسم الموافقات، يذكره باسم عنوان التعريف بأسرار التكليف، كأنه يريد التمسك بهذا العنوان لا بالعنوان المعدول إليه الذي اتخذ بعد ذلك. هنا إشارة سريعة وهي أن كتاب الموافقات يطبع في أكثر ما أو في كل الطبعات التي صدر بها بإضافات إلى العنوان ليست منه في شيء، فالكتاب اسمه الموافقات لا أقل ولا أكثر. الآن يطبع باسم الموافقات في أصول الشريعة، الموافقات في أصول الأحكام، هذه كلها إضافات في الحقيقة لا يحق لأحد أن يضيفها فهي خطأ محض. فالكتاب سماه صاحبه بعد أن عدل على الاسم الأول سماه بكتاب الموافقات. طيب، إذا الإمام الشاطبي يعتبر بحق من الدارسين المعاصرين، لأن ما بعد الشاطبي لا شيء إلا العصر الحديث، يعني مرحلة فراغ ومرحلة ظلام. ولذلك نحن نعتد بالدرجة الأولى بشهادات المعاصرين، فهو بإجماع هؤلاء المعاصرين يعني أهم عالم وأبرز عالم وأكبر عالم في موضوع المقاصد، فهذا أصبح متداولا لا أطيل في إثباته ولا في بيانه.
إذن الشاطبي أهم باختصار شديد ما صنعه الشاطبي حتى نال هذه المكانة، يمكن أن ألخص ذلك في أنه اجتمع عنده ما تفرق عند غيره. هذا هو الفضل الكبير للشاطبي، ما تفرق عند غيره من السابقين عن مقاصد الشريعة تأصيلا وتنظيرا وتطبيقا وتفريعا اجتمع عنده. هذه واحدة. ثانيا، اجتمع بكيفية منهجية منسقة وليس مجرد جمع تراكمي، وإنما اجتمع بكيفية منسقة ومنظمة، جمع ما عند السابقين، ورث ما عند السابقين، وجمع ما عند السابقين، فنسقه ونظمه حتى جاء في بناء واحد وفي نظرية واحدة متكاملة. بالإضافة إلى هذا، فإن له إضافاته، ومن أهم إضافاته البحث في مقاصد المكلفين، البحث في طرق إثبات مقاصد الشريعة، البحث في فلسفة التكليف كما ذكرنا في عرض سابق. إذن هناك مباحث طورها، هناك مباحث أضافها، ولكن الأهم ليس هو هذا. كان يمكن أن يكون كواحد ممن سبقوا أضاف المبحث الفلاني أو أثار المسألة الفلانية أو حرر المبحث الفلاني، لكن الإضافة الحقيقية للشاطبي هو جمع ذلك كله ونسقه وبناه في بناء واحد محكم. الأمر الثاني هو أنه وضع كتابا كاملا مستقلا في مقاصد الشريعة. أولا، لأن كتاب الموافقات ولو أنه فيه المباحث الأصولية المعروفة من أحكام وأدلة وطرق استنباط ومباحث الاجتهاد والتقليد إلى آخره، لكن سمته العامة وطابعه العام وهدفه الأساس هو المقاصد كما ذكرت في العنوان الذي اختاره له. لكن حتى إذا تجاوزنا كتاب الموافقات برمته وبمجموعه وجئنا إلى الجزء المخصص للمقاصد، فالجزء الذي خصصه الشاطبي للمقاصد وسماه كتاب المقاصد ويطبع عادة في مجلد المستقل، هذا أيضا جعله مستقلا، مستقلا باسمه، مستقلا بمقدمته، بخاتمته. الكتاب الوحيد الذي له مقدمة وله خاتمة. إذن بمعنى أنه داخل كتاب الموافقات هناك كتاب مستقل. نستطيع الآن، ويستطيع أي ناشر أن يفعل هذا، أن نأخذ كتاب المقاصد فنصدره ونسميه كتاب المقاصد للإمام الشاطبي، مقدمة وخاتمة ومباحث وتقسيمات وأبواب إلى آخره. فإذا هذا شيء آخر، لأن الترمذي الحكيم استعمل لفظ المقاصد في كتابه، لكنه كتاب صغير تحدث فيه عن مقاصد الصلاة، وبالضبط عن بعض مقاصد الصلاة. الآخرون تحدثوا في تعليلات جزئية، في تنظيرات محدودة ومقتضبة، لكن الإمام الشاطبي أتى بكتاب كامل متكامل في المقاصد، جمع فيه ما تفرق، نسقه، جعله نظرية متكاملة. فهذه هي الميزة أو الميزات التي فضل الله بها الإمام الشاطبي واختص بها الإمام الشاطبي على غيره رحم الله الجميع. منذ الشاطبي كما قلت دخل العالم الإسلامي، هو كان قد بدأ يدخل شيئا فشيئا، ولكن بعد الشاطبي أكثر فأكثر دخل في بحر الظلمات، ودخل في مرحلة ظلام دامس وجمود وانحدار سريع، هو الذي انتهى إلى الانهيار يعني الكبير في النظام الإسلامي وفي الدول الإسلامية، وجاءت بعده مرحلة الغزو الأوروبي إلى آخره. ففي هذه المرحلة ظهر عدد من الكبار والفطاحل الذين لم يؤثروا تأثيرا كبيرا في واقعهم، لأن الواقع كان قد أصبح متهالكا ومتداعيا. طبعا ذكرنا ابن تيمية والشاطبي وابن خلدون وغيرهم، عدد من العظماء كانوا في هذا القرن، القرن الثامن، ولكن مع ذلك فكرهم التجديدي ومحاولاتهم التجديدية والإنقاذية لم يكن هناك واقع يستطيع أن يحملها وأن يتجاوب معها، فاستمر الانحدار واستمر الظلام دامسا أكثر فأكثر، إلى أن جاء العصر الحديث الذي جاء فيه البعث، محاولات
محاولات وجهود البعث والتجديد والنهضة إلى غير ذلك من المصطلحات المعبرة عن هذا عن هذه الحقبة. هذه الحقبة التي نسميها البعث والنهضة والتحرر وإلى آخره أيضا استيقظت على كتب الشاطبي، لأنها نامت، الحقبة السابقة نامت على كتب الشاطبي، ألف الشاطبي ولكن نام الناس ودخلوا في نومهم وسباتهم، استيقظوا بمجرد ما استيقظوا على كتب الشاطبي وعلى كتاب الموافقات تحديدا. والفضل في هذا يرجع إلى الشيخ الإمام محمد عبدوه رحمه الله، فقد كان في دروسه يحث تلاميذه على قراءة كتب الشاطبي وعلى إحيائها ونشرها، وهو ما وقع بالفعل. فالفضل في نشر كتب الشاطبي أول ما نشرت كان على يد تلاميذ محمد عبده. ونحن نعرف على سبيل المثال أن أول تحقيق وإخراج ونشر حقيقي لكتاب الموافقات كان على يد الشيخ عبد الله دراز رحمه الله أو دراز، وأول نشر لكتاب الاعتصام كان على يد الشيخ محمد رشيد رضا. إذن مباشرة أثمرت دعوة محمد عبده فنشر الكتاب، نشر قبل أن ينشره الشيخ عبد الله دراز، يعني في 1302 أول ما نشر، ثم النشر الذي كتب له الرواج أكثر والفائدة أكثر هو الذي كان بتحقيق الشيخ عبد الله دراز. فإذا محمد عبده أحيا وبعث ونشر وعرف فكرة الشاطبي ومؤلفاته، فنشرت هذه المؤلفات وما زالت تفعل فعلها إلى الآن. ومن فعلها أنه التقطها والتقفها أو تلقفها أيضا تلميذ آخر، ولو أن لقاءه بمحمد عبده قليل لكنه تلميذ بالقراءة والتأثر، وهو الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في تونس. لكن الشيخ محمد طاهر بن عاشور لم يكن فقط ناشرا لكتب الشاطبي أو ناشرا لأفكاره، بل استأنف عمل الشاطبي واستأنف مسيرة الفكر المقاصدي. فإذا ابن عاشور لم يكن فقط ناشرا ومعرفا وشارحا، بل كان محطة أخرى. ابن عاشور هو محطة أخرى لا تقل في أهميتها عن محطة الشاطبي ومحطة الجويني ومحطة ابن عبد السلام. فابن عاشور كان انطلاقة جديدة وبداية جديدة، ليس في النشر والتعريف ولكن في الإبداع والإنتاج والإضافة والتطوير. وباختصار فإن أهم ما قدمه الإمام محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله يتلخص فيما يلي: أولا عامة كتبه وخاصة الشرعية، لأن له كتابات أدبية قيمة وكبيرة، كتبه الشرعية كلها مطبوعة بفكر مقاصدي. إذن ليس قيمة الطاهر ابن عاشور محصورة في كتابه القيم والفريد والنوعي وهو كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية، بل فكره المقاصد مبثوث تنظيرا وتطبيقا في عامة كتبه من مقاصد الشريعة الإسلامية إلى أسس النظام الاجتماعي في أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، إلى تفسيره الضخم المليء بالفكر المقاصدي والتفسير المقاصدي والتنظير المقاصدي إلى بقية كتبه وفتاواه. فهو كان مفتيا وكان قاضيا وكان مدرسا. بالإضافة إلى هذا له إضافة أخرى أيضا ربما في اعتقادي أهم من كل ما سبق عند ابن عاشور وأهم من كل ما سبق عند غير ابن عاشور، وهو أنه بدأ يدرس مقاصد الشريعة مادة مستقلة، وهذا شيء يحصل لأول مرة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ العلوم الإسلامية، تدريس مقاصد الشريعة باعتبارها مادة مستقلة. هذا تطور نوعي لم يقع في تاريخ الإسلام كله. علماء الإسلام عبر العصور استقلت مواد وعلوم، وأصبح هذا يدرس علوم القرآن وهذا يدرس التفسير وهذا في الفقه وهذا في الحديث وهذا في السيرة النبوية وهذا يدرس التصوف، لكن لم يحصل قط أن كان شخص أو عالم أو فقيه يدرس شيئا
يوما بعد يوم وحصة بعد حصة يسمى مقاصد الشريعة، حتى فعل ذلك الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور حينما كان شيخا للجامعة الزيتونية أو جامعة الزيتونة، وكان يدرس في الدراسات العليا بها، فدرس مادة مقاصد الشريعة، وهي التي أفضت به إلى تأليف كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية. صحيح أن هذه السنة الحسنة وغير المسبوقة التي قام بها الطاهر بن عاشور بتدريسه مقاصد الشريعة بشكل مستقل بقيت محصورة في الزمان والمكان، حيث لم يستمر ذلك بعد وفاته، ولم ينتقل من تونس في حينه إلى غيرها من الديار الإسلامية، لكن هذه الفكرة انتقلت في وقت لاحق إلى المغرب، حيث أدرجت مادة مقاصد الشريعة مادة مستقلة في أقسام الدراسات الإسلامية بكليات الآداب، وهي الآن 15 كلية أو 16 كلية في المغرب تدرس فيها مادة مقاصد الشريعة مادة مستقلة في سنوات الإجازة. هذا حصل في المغرب في بداية الثمانينيات، ثم انتقلت الفكرة بعد ذلك شيئا فشيئا إلى الجزائر، إلى دول الخليج، إلى مصر، إلى السودان، حتى وصل الأمر في السودان أن مادة المقاصد تدرس في جميع الجامعات وليس فقط في أقسام الدراسات الإسلامية، باعتبارها من المواد الإجبارية الأساسية في جميع التخصصات وفي جميع الجامعات والمعاهد الجامعية والكليات. وهكذا أصبحت مقاصد الشريعة يدرسها إذن هذا التدريس المستقل لمادة مقاصد الشريعة في عدد من الجامعات الإسلامية سواء في مرحلة الإجازة أو في الدراسات العليا قد أفضى تلقائيا إلى أن عددا كبيرا مئات أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الطلبة يتخرجون وعندهم حصيلة تتفاوت عن مقاصد الشريعة، وأدى ذلك أيضا إلى أن مئات من الرسائل والأطروحات والأبحاث الجامعية قد أنجزت في مقاصد الشريعة، ثم هذا قد أدى إلى ثروة من المؤلفات والدراسات والأبحاث والمقالات في مقاصد الشريعة، وأدى إلى أن بعض المجلات الإسلامية قد خصصت أعدادا خاصة بمقاصد الشريعة، أذكر منها على سبيل المثال مجلة قضايا إسلامية معاصرة التي تصدر من إيران خصصت ثلاثة من أعدادها لمقاصد الشريعة، ومجلة المسلم المعاصر خصصت عددا واحدا وربما ستخصص عددا آخر لمقاصد الشريعة. فإذا أصبحت مقاصد الشريعة على كل لسان وأصبحت حاضرة في التأليف والتدريس والبحث والندوات والمجلات والصحافة، فهذا هو التطور الكبير الذي حصل في هذا العصر، والذي أعطى ما سميته في بعض الكتابات بصحوة مقاصدية واسعة وعامة نرجو أن تتعمق ونرجو أن تترشد أكثر. وهذا هو ما يفتح الباب للتساؤل عن آفاق المستقبل، مستقبل البحث المقاصدي، مستقبل الدرس المقاصدي، مستقبل تفعيل مقاصد الشريعة، كما قال أخونا الدكتور جمال الدين عطية في كتابه نحو تفعيل مقاصد الشريعة. وقد نعتبر هذه المرحلة هي عنوان المستقبل، قد نعتبر عنوان هذا الكتاب هو عنوان المستقبل نحو تفعيل مقاصد الشريعة، وإن كان البحث أيضا نفسه ما زال يحتاج إلى مزيد من العمق والترشيد، بحاجة إلى مزيد من إعمال المقاصد في الفكر الإسلامي، في الفقه والاجتهاد الفقهي، إلى مزيد من البحث في جوانب كثيرة ما زالت بحاجة إلى ضبط وتدقيق، موضوع المصالح، موضوع مراتب المصالح والترجيح بين المصالح وإدراك المصالح والمفاسد، طرق إثبات مقاصد الشريعة، الدراسة المقاصدية لنصوص القرآن والسنة على وجه الشمول والعموم والتفصيل. نحن بحاجة كم الآن مثلا في هذه الحقبة المعاصرة أنجزت عشرات من الأبحاث عن الفكر المقاصدي عند علمائنا وأعلامنا
من الإمام مالك وأبي حنيفة والجويني والغزالي وابن تيمية وابن القيم وابن عبد السلام والشاطبي والكاساني وغيرهم. لكن إذن هذا كان بمثابة مسح ما زال مستمرا للتراث المقاصدي في مختلف الكتب الفقهية والأصولية والتفسيرية والحديثية. لكن الآن نحتاج أن ندخل مرحلة جديدة هي مرحلة المسح لنصوص القرآن والسنة، أي الدراسة المقاصدية للقرآن كاملا وللسنة النبوية كاملة بالموازين المقاصدية والمسالك المقاصدية، مسالك إثبات المقاصد وبالتطبيق المقاصدي الذي عرفه المسلمون من الصحابة إلى الآن، كيف نعمل ذلك في تفسير وفهم وشرح آيات الكتاب العزيز وآيات السنة المطهرة. هذا مجال لآفاق المستقبل. وأخيرا ربما في ونحن نتحدث عن واقع الدراسات المقاصدية واتساعه وتضخمه، ونحن نتحدث أيضا عن مستقبل الدراسات المقاصدية، ترد هنا مسألة أختم بها وقد ختم بها كذلك الأستاذ جمال الدين عطية كتابه نحو تفعيل مقاصد الشريعة، وهي: هل مقاصد الشريعة علم مستقل؟ هل يمكن أن يكون علما مستقلا؟ أم أنه جزء لا يتجزأ من علم أصول الفقه؟ الحقيقة أن هذا في نظري وبالنسبة إلي أمر ميسر، ولا يحتاج لا إلى كثرة جدل ولا إلى معركة أو معارك علمية. لماذا؟ لأن العلوم حينما تستقل وتصبح علوما مستقلة قائمة بذاتها لا تحتاج إلى نقاش ولا تحتاج إلى قرار من أحد، لا من شخص ولا من هيئة، ولذلك الأمر متروك لطبيعته ومتروك لعفويته ومتروك لتراكماته ومتروك لاحتياجات الساحة العلمية. لم يقرر أحد أن يستقل علم أصول الفقه عن الفقه. استقل، كيف استقل؟ لا ندري كيف استقل، يعني ندري كيف تطورت الأمور، لكن هل كان هناك قرار اتخذه العلماء أو اتخذه الشافعي فقال نفصل أصول الفقه عن الفقه أو نفصل الفقه عن الحديث؟ فإذا هذه أمور تقع بصفة تلقائية، ولذلك النقاش الدائر هو نقاش يعني فكري يسعد به أصحابه، ولكنه لا يقدم ولا يؤخر في المسألة شيئا. ثم من ناحية أخرى أيضا، أنا أعتبر أن هذا الأمر انتهى وحسم وتم تجاوزه حينما أصبحت في العصر الحديث مقاصد الشريعة مادة مستقلة في عدد كبير من الجامعات. هذا قد حسم المسألة. إذن كما ندرس أصول الفقه والحديث وعلوم القرآن والفقه وما إلى ذلك من العلوم الإسلامية، صرنا ندرس مقاصد الشريعة، وصار عندنا ببليوغرافيات خاصة بمقاصد الشريعة وزوايا في مكتباتنا خاصة بمقاصد الشريعة. فإذا عمليا الأمر قد حسم وتم تجاوزه. ومع ذلك لا بأس أن أشير إلى بعض التخوفات التي يبديها بعض إخواننا، بعض الباحثين والدارسين الذين يتخوفون من هذا الاستقلال أو هذا الانفصال بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه، وما زالوا يصرون رغم مئات المؤلفات في مقاصد الشريعة على أن مقاصد الشريعة لابد أن تأخذ صفحات من علم أصول الفقه وتبقى في هذا المستوى. أقول هذا التخوف ينبني عادة على أمر يعتبرون أن أصول الفقه لا يستغني عن مقاصد الشريعة ومقاصد الشريعة لا تستغني عن أصول الفقه، فلا بد من الاتصال والاندماج ولا يمكن الانفصال ولا يصح ولن ينتج إلا كذا وكذا. أقول هذه التخوفات أيضا من الناحية الواقعية لا أساس لها، لأن الاتصال سيظل قائما، لسنا بصدد قطيعة ولا تباعد ولا تنافر، بل الاتصال سيظل قائما، والاتصال لا يمنع من الاستقلال. فقد استقل علم أصول الفقه عن الفقه، ولكنهما بقيا مترابطين حتى في الاسم، فأصول الفقه هو أصول الفقه، الأصول والفقه مجموعان في اسم واحد وفي كلمة واحدة. وعلم أصول الفقه كما نعرف فيه نصيب من جميع العلوم، إذن سيكون فيه نصيب من مقاصد الشريعة مثلما فيه نصيب من علوم القرآن وقواعد التفسير، مثلما فيه نصيب من علوم الحديث، مثلما فيه نصيب من علم الكلام، مثلما فيه نصيب من القضايا والمباحث اللغوية. فسيكون ويتسع ويجب أن يتسع
نصيبه من مقاصد الشريعة، لكن البحث عبر قضايا واسعة ودقيقة ومفصلة وعبر مئات المؤلفات ستزداد عبر الزمان، هذا لا يمكن أن يبقى حبيس الدراسات الأصولية، ولكن كما قلت الواقع العملي والتطور العملي هو الذي يحسم مثل هذه الأمور. وأكتفي بهذا القدر، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.